كأنهم حصلوا أخيرا على صيد ثمين. حافلة صغيرة تمتلئ في لحظات بالركاب وحتى فوق طاقتها وأكثر من عدد مقاعدها. هذا المشهد في أحد ميادين العاصمة السودانية الخرطوم يحكي عن أزمة مواصلات عامة لم يعهدها السودانيون من قبل. مواصلات صعبة جدا، أنت ممكن تجيب ساعتين ونص حتى تركب، يعني مشكلة صعبة جدا، أنت بتين تحصل البيت. بطلع من الساعة 5 صباحا، محاضرتي بتبدأ الساعة 7:30، ما بيكون مواصلات، المحاضرة الأولى بتفوت عليا، يعني كده، أنا أرجع البيت متأخرة الساعة 11 بالليل، يعني لا أعرف أنا أقرأ ولا أعرف أرتاح ولا أعرف أنوم ولا أعرف أعمل أي حاجة. بتأويلات وتفسيرات عديدة يجيب السودانيون عند سؤالهم عن سبب الأزمة. منها ما يشير بإصبع الاتهام لأنصار النظام السابق بافتعالها عبر دفع أموال للسائقين لقاء امتناعهم عن نقل الركاب. وهنا يستفز شباب من أنصار الحراك الشعبي فينزلون إلى الشارع متسلحين بأغانيه وبشعارات حملة يقودونها علها تسعف الحال. والله سواقين ما قاعد يستجيبوا نهاية، أنا ولا سواقين مقول أزمة جاز ولا الجاز موجود، يعني قليل من العربات اللي هم اللي بيساعدونا في زحمة المواصلات. على أبواب فصل الشتاء لا تزال الأجواء الحارة مسيطرة هنا كعادتها في العاصمة السودانية. تلفح الشمس وجوه الناس وهم ينتظرون طويلا قبل أن يحظوا بفرصة وسيلة نقل، وذلك رغم جهود الحكومة توفير حلول لأزمة المواصلات. في هذا المكان يبدو مجموعة من السودانيين أكثر ارتياحا. هم يركبون أول قطار للمواصلات الداخلية في العاصمة دشنته الحكومة الانتقالية قبل أيام. طبعاً شديدة جدا من المواصلات، زحمة شديدة وما في ذاته، فالحمد لله إن القطار جاء هنا واشتغل، يعني عملنا يعني حاجة سمحة شديد خلاص. لكن معظم طرق المدن السودانية بما فيها شوارع العاصمة لا تزال تحتاج الكثير من الإصلاح والبناء. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، الخرطوم.